כן. שבעמאי. נשאיר 600. אודיטוריום זאת נפסו בישיל כאן 600. ده بيشيل 800. اتعمل الدراسات على الريفربريشنز والاكوستكس طلع ان انت ممكن تتكلم زي ما انا بتكلم كده والناس كلها سمعاني من غير لا احنا عندنا ما يجوا بيشغلوا القاعده اهي بيقعدوا يظبطوا المايك ويجي تبقى منظرها محرج والصوت عمال يعمل ايكو وعمال يبوظ مننا ده باجهزه اوكي وما بالك بقى ان ده واحد قاعد بيتكلم بالفوكال كوردز العاديه بتاعته ومفيش اي مشاكل في السمع واللي قاعد هنا بسبب الزاويه دي شوف انت قاعد من مكاني ده مش شايف ولا ركن من ايه من الديوان الثاني معنى كده ايه لو انا بتكلم صوتي اصلا مش هيخترق اخر طرف في الجدار والا ويكون انعكس ثاني جوه القاعه دي فمن غير ما اعمل ابواب ولا تبطين ولا حمايه صوتيه انا اقدر ان انا اعزل الاربعه تشيمبرز دول عن بعض وادي فيهم محاضرات كونكرنت في نفس الوقت من غير ما ايه من غير ما ازعج اللي موجودين جنبينا ما هم اكشلي بيصوروا هناك فيلم لو كانوا متضايقين كانوا جم قالوا لنا ايه لو سمحتوا وطوا الصوت عشان داخل عندنا في التسجيل بتاعنا فدي رقم واحد يبقى التراث بتاع الجامع ده ايه الايوانات دي عباره عن ايه بيتعمل فيها ايه الفانكشن